طبعا التجربة هذه هي أول تجربة في العالم، خلينا نحكي، للزراعة على الفحم. إحنا بنحكي كفراولة طبعا، لأنه لم يتم الزراعة على الفحم. ممكن في أرضيات المفاحم عندنا في يعبد كانوا يزرعوا، لكن ما في توجه للزراعة على الفحم. هذه زراعة عبارة عن زراعة مائية معلقة، حولناها بالإضافة للزراعة على الفحم إلى نظام أكوابونيك. إحنا بنشتغل في نظام الأكوابونيك، اللي هو بركة سمك تخرج منها المي تنزل على الزراعة وبترجع لبركة السمك. دورة بيولوجية عملنا، ونظمنا هذه الدورة البيولوجية من بكتيريا ومن أعشاب نافعة مثل الأزولا مشان نحافظ على خصائص المي، وقمنا بإنشاء التجربة على دلم من الأرض. كنكهة، طعم، حلاوة الفراولة، ريحتها فواحة جدا ونكهتها مركزة جدا. يعني حتى إذا أخذت حبات فراولة مش لسه مش مستوي، بتلاقي إنه نكهتها فراولة وطعمها حلو. إحنا متوقعين طبعا في الدراسات إنه نوصل لكميات مضاعفة عن الإنتاج في الدلم. الدلم المعلق عادة بينتج ما بين 7 إلى 10 طن، احنا ان شاء الله متوقعين انه نفوق هذه الكمية بأضعاف. بدناش نقول كم الكمية المتوقعة، لكن يعني اذا وصلنا للكمية اللي بينتجها الدلم العادي احنا ما لم نخسر، لكن احنا ان شاء الله متوقعين انه نوصل في الكميات الانتاج الى الضعف او ضعفين. مدة المشروع بتبتدي من شهر 10، الزراعة بتتم ب25/9 إلى 15/10. إحنا زرعنا شوي متأخر هنا، زرعناه ب1/11 لأنه واجهتنا صعوبات في توفير الفحم المطلوب الناعم وغربلته، زرعنا في 1/11 وبتنتهي بنهاية شهر 5. يعني هون بيهددوا دائما اي مبنى، وانت زي ما انت شايف احنا عملنا غرفة مشان نحفظ فيها المعدات، نحفظ فيها الآليات اللي بنشتغل فيها، لكن بأي لحظة هذه ممكن انهم يجوا ويقولوا لنا شيلوها من المكان. يعني هذه واردة في اي لحظة. يعني من هذه العشبة مشان انهم يعالجوا المي بداية قبل لا انهم يدخلوها على المعالج الكيميائي.